وقفوني عن العمل. ماشي يا لطفي، اشوفك قريب، يلا سلام. دي حاجه مش كويسه خالص، معنى كده ان التهمه لبسكي. استاذه اتفضلي، استاذ لطفي عبود في انتظارك. هكلمك بعدين يا مجدي، باي باي. يعني الحكايه كلها مجرد تحويل بنكي اتعمل بالغلط من عندك؟ لا، هي الحكايه مش بسيطه وسهله زي ما انت بتلمح لها. اولا المبلغ مش صغير، ثانيا خارج من حساب حد معروف. كمال زين الممثل تعرفه؟ يعني انا سامع الاسم بس انا بتلخبط فيهم. هو كان في علاقه بينك وبينه غير علاقه الشغل؟ استلطاف، فليرتنج، يعني الطبيعي اللي بيحصل في الشغل كل يوم. مفهوم. هي بس النقطه دي بالذات ممكن تستغل ضدك على اعتبار انك كنت بتتلعبي بيه لغرض تاني. يا استاذ لطفي انا اتنصبت لي مصيده، ما اعرفش من مين وازاي، عشان كده انا جيت لك. هو الموضوع لحد دلوقتي ما تعداش التحقيق الاداري، مظبوط؟ يعني هما ممكن يعرفوا الفلوس دي راحت لفين ويتواصلوا مع البنك التاني والبنك يرجع فعلا الفلوس وكله يخلص على خير، صح؟ ممكن، بس هي شكلها اكبر من كده. انا فعلا اتوقفت عن العمل من شويه، مش بعيد الموضوع ياخد شكل جنائي، وده المطلوب. انت ليكي اعداء في الشغل؟ مفيش حد ما عندوش اعداء في شغله. واحده زيي اعدائها اكتر من اللي تعرف تعدهم. في اللي تعرفهم وفي اللي ما تعرفهمش اصلا. فانت قلتي تسبقي وتشوفي محامي عشان لو الدنيا اتطورت تبقي جاهزه. مظبوط. طيب انا عندي ليكي سؤال يا استاذه. لقاء. لقاء. معلش عذريني، انا باخد وقت على ما بحفظ الاسامي. لا ولا يهمك. طيب السؤال ده مهم جدا بالنسبه لي، واتمنى انك تردي عليا بصراحه. هل انت فعلا اللي قمتي بالتحويل البنكي اللي بتقولي عليه ده ولا لا؟ انت تقصد ان انا سرقت واختلست وزورت في اوراق البنك ولا لا؟ طب حط نفسك مكاني. واحده زيي هتعرض اسمها وسمعتها للخطر ليه؟ عشان حاجه تافهه زي دي ممكن تتكشف بسهوله. هو صحيح المبلغ مش قليل، بس الفلوس بتخلص، واللي بيفضل للواحد اسمه وسمعته وبس. والله كلام معقول. أنا بس متوقعتش السؤال. أنا يهمني إني أصدق. صدقت؟ طيب أنا هطلب منك حاجتين. أولاً تبعتي لي كل الورق بتاع الحالة وتحقيق البنك، ويعني مش لازم هارد كوبي، ممكن على الواتساب. وثانياً؟ ثانيا تديني 24 ساعة أدرس الموقف وأرجع لك بقرار نهائي. ممكن تعدي على الشهر العقاري تعملي لي توكيل، ما يضرش، بس ده مش وعد بالقبول. أفهم من كده إنك ممكن تقبل أو ترفض القضية. مظبوط. طبعا لو مستعجلة أنا متفهم وما أحبش أبدا إن أنا أعطلك.